ازيكم يا اطفال يا حلوين. النهارده هحكي لكم قصه لولو والقطه. في يوم من الايام لولو كانت بتلعب في الجنينه ولفت انتباهها قطه صغيره. نياو نياو. الله، قطه جميله، عينيها حلوه وفروها ناعم. لولو كانت فرحانه جدا جدا وقربت من القطه بالراحه عشان القطه ما تخافش منها وتجري. لولو قربت من القطة ومسحت على راسها بالراحة وكانت فرحانة جدا والقطة بتلعب معاها وبتضحك لها. انت جميلة قوي يا قطتي. نياو 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 نياو. قعدت لولو تتفرج على القطة وهي بتلعب حواليها. ومن هنا نكون وصلنا لآخر القصة. يا رب أتمنى تكون عجبتكم. Thank you.